嘿 بسم الله الرحمن الرحيم حمد لله وصلاة والسلام على مصطفى وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد مرحبا بكم ايها الاخوه المشاهدون في برنامجنا رحمه للعالمين نتناول فيها سيره الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام وحلقه اليوم عن سيدنا داوود عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام يتفضل فيها فضيله الشيخ عمر سعد الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ليدلي بدلوه من الحكم والأسرار التي تنطوي عليها هذه القصة المباركة الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه فالأنبياء الله سبحانه وتعالى أرسلهم وبعثهم سبحانه وتعالى وفاضل بين احوالهم قد سمعنا عن من احوال الانبياء من كان فقيرا ومن كان مبتلا ومن كان على خلاف ذلك وهناك من الانبياء من اتاهم الله سبحانه وتعالى الملك العظيم اي ملك فهم اعظم ملوك الارض و اوتوا من الملك ومن ادوات الملك ما الله سبحانه وتعالى به عليم وعلى راسهم سليمان ووالده داود لا. ومع هذا الملك الا انهم كانوا في طاعه وعباده وشكر دائمين لله سبحانه وتعالى وفي ذلك الدروس العظيمة التي تؤخذ من مثل هذا الحال والتي سنتعرف على شيء من جوانبها في هذه الدقائق القادمة بإذن الله تعالى سيدنا داود عليه الصلاة والسلام خصه الله تعالى بهذه النعمة العظيمة وجعله مثالا وقدوة للملك وقد ذكر الله تعالى انبياء اخرون قد من الله تعالى عليهم بنعم كثيره فكل واحد منهم هو النموذج الامثل الذي ينبغي ان يقتدى به ويهتدى به ومع ذلك كما تفضلت لم يشغلهم عن العبادات وان كان الملك في ذاته واقامه العدل في ذاته ايضا عباده. نعم لا, لا. شك لا يعني داود عليه الصلاة والسلام بداية الملك بالنسبة له لا. أنه يعني في قصة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه لا. في سورة البقرة لا. كما قال ربنا سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى وهذا إشارة واضحة أن داود وولده أن داود وولده سليمان جاءوا من بعد موسى عليه الصلاة والسلام ونحن في كلامنا على الأنبياء في الغالب نراعي هذا الترتيب الزماني وقد ذكر أهل التفسير أن بينه أن بين داود وموسى زمانا طويلا قرون قرون يعني حتى ذكر ابن كثير أن بينهما ألف سنة والله سبحانه وتعالى أعلم فيعني هؤلاء الملأ من بني إسرائيل قالوا لنبي لهم هذا النبي في الحقيقة يعني غير معروف يعني من هذا النبي والأنبياء في بني إسرائيل كانوا كثر سألوه ماذا سألوه ملكا يعني ينتصرون به ويستردون به حقوقهم فالنبي أخبرهم أن هذا الملك الذي سيتولى عليهم رجل صالح اسمه طالوت. فتعجب بنو اسرائيل واعترضوا. وكان بين اظهرهم. كان بين اظهرهم. هو منهم هو وفيهم. نعم. لكنه ماذا يفتقد لبعض الميزات التي ذكروها. قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال. يعني هم كانوا يظنون ان الملك لابد ان يكون عند صاحب السعه او صاحب كثره المال فذكر الله سبحانه وتعالى او ذكر هذا النبي كما ذكر الله سبحانه وتعالى ان الله اتى طالوت العلم وهذا لا شك من اعظم ميزات الملك واتاه بسطه في الجسم ثم القصه يعني ذكرها الله سبحانه وتعالى واتى إلى قضية ماذا قضية المعركة التي جرت بين طالوت وجالوت وكان جالوت يعني يقود القوم الكافرين وكان في جنود من ضمن جنود طالوت داود عليه الصلاة والسلام فيقول ربنا سبحانه وتعالى فقتل داود جالوت فالذي قتل الملك الظالم هو من هو داود عليه الصلاة والسلام فقتل داود جالوتا وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين أو لهدم الصوامع وبيع وصلوات فيعني كما في الآية الأخرى فداود أوتي الملك بعد أن مكنه الله سبحانه وتعالى من قتل جالوت فصار بعد ذلك ملكا وبعض الناس يظن أن أن ملك داود عليه الصلاة والسلام كان ملكا يسيرا لأنهم يعني بلغهم أن داود كان يعمل في الحدادة أو أنه كان حدادا ولا شك أن داود كان يصنع الدروع وكان يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور لكن هذا لا يعني أن أن ملكه يسير فإنه كان يعمل في الحديد وفي الحدادة ولكنه كان صاحب ملك عظيم كما كان سيدنا نوح عليه السلام نجار يصنع السفينه نعم نوح كان نجارا وكان حالته يعني حاله نوح عليه الصلاه والسلام يعني حاله الانسان الطبيعي العادي لكن داود كان يعمل حدادا او له في هذه المهنه وفي هذا العمل مع كونه ملكا عظيما في نفس الوقت في نفس الوقت أيوة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وصفا ملكه أيوة. وشددنا ملكه يعني كان ملكه شديدا حتى ذكرها للتفسير أنه كان يكون على محرابه نعم. وهو يتعبد ربه سبحانه وتعالى و يعني يحرس يحرسه ثلاثون ألفا مصدر. من جنده ملك عظيم جدا ما فاق داود في الملك إلا ولده إلا ولده سليمان كما نص على ذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن فكان ملكه عظيما ومع ذلك كان يعني يعمل بهذا العمل ألا وهو الحدادة متى يلحقون للعبادة إذا كان هم مشغولين بالملك ومشغولين بكسب العيش ويشغولين بهذه الأمور هل في تعارض؟ بين الشعائر العبادة وأداء هذه الأمور لا لا أولاً يعني هذه الأمور قد لا تحتاج وقتاً طويلاً نعم ثم يعني لابد أن نلحظ ملحظ آخر أنه ماذا؟ أن الأنبياء بورك لهم في أوقاتهم كما سيأتين عندما إذا ذكرنا شيء من عبادة داود ففي أوقات بركة والانسان يستطيع ان ينال هذه البركه. والعدل نفسه اقامته مش نعم. عباده؟ نعم لا شك عباده عظيمه، نعم. فهم يقسمون او ياخذ شيئا من وقته في صنعته هذه نعم. وياخذ وقتا في اداره شؤون الدولة. الملك نعم. وياخذ كذلك وقتا في طاعته لربه سبحانه نعم. وتعالى. نعم. فالوقت في الحقيقه كثير. لكن اهم شيء يعني ان الانسان ماذا يرتب وقته الترتيب الصحيح وهكذا لا شك كانوا أنبياء الله كان أنبياء الله ورسله على هذه الطريقة نعم, نعم. يعني سيدنا داود يعتبر هو النموذج الأمثل والأتم والأكمل للملك الذي ينبغي أن يقتدي به أصحاب الإدارات العليا من الوزارات والحكومات وغيرها من, من الأمور وإن هذا الأمر لا يشغلهم عن شعائر العبادات وإن كان إقامة العدل في ذاته عبادة وعدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة إن نعم. كان هذا الأثر صحيحا. نعم لا شك. نعم. لا شك يعني هذا كما ذكرت دكتور نجيب هذا مثال عظيم مثال نعم. كبير جدا أن الإنسان لا يتكئ على أعماله وأشغاله. يعني بعض الناس قصر في حق الله وفي حق خلق الله نعم. ففي طاعة الله سبحانه وتعالى قد يعني لا يأتي بها أو يجمع الصلوات ودعواه في ذلك ماذا؟ دعواه في ذلك أنه مشغول أو أن الأشغال كثيرة نعم. أو يقصر كذلك في جنب خلق الله سبحانه وتعالى لا يزور مريضاً ولا يصل رحماً ولا يؤدي حق والد ولا ولد بزعم ماذا؟ بزعم أنه مسؤول وأنه مشغول وأنه كذا وكذا لكن إنسان إذا تأمل في داود عليه الصلاة والسلام ملك عظيم جداً ترد عليه المسائل ويحكم في القضايا ويدير شؤون شعبه ومع ذلك قائم بطاعة الله بل كان من أعبد آه. من أعبد خلق الله سبحانه وتعالى نعم قال الله سارة. عن ولده نعم العبد أنه هيه. أواب نعم نعم لا نعم هذا يعني سليمان نعم. وداود نفسه كان صاحب عبادة وطاعة نعم. لله سبحانه نعم. وتعالى إذا سبح سبحت معه الجبال يا سلام وكما قال ربنا سبحانه وتعالى وَالطَّيِّرَ مَحْشُورَةً كُنٌّ لَهُ أبواب يُرَدُّدُونَ مَعَهُ من شدة تعبده ومن أيضاً يعني ما آتاه الله سبحانه وتعالى من نداوة الصوت وهذه نعمة من رب العالمين من نداوة الصوت كان صوته جميلاً ويعني هذا فضل من رب العالمين سبحانه وتعالى لذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوماً أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته لأنه لا. كان صاحب صوت حسن مزامير داود فقال له النبي لا. صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود يا سلام فقال أبو موسى لو علمت لو علمت يا رسول لا. الله أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا الله يعني يقول هذه القراءة العادية عادية لكن لو علمت مسأم. أنك تستمع إلي لا يعني زدت مم. في حسن الأداء مم. وهذا يعني ليس منه رياء وسمعة مم. ولكن هذا من باب من باب الطاعة لله مم. ولرسوله مم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عجب بصوت بصوت أبي موسى مم. وعلم أبو موسى بذلك أحب أن يعني أنه لو أتى بأفضل ما عنده مم. 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 من باب ماذا من باب يعني تقرب إلى الله سبحانه وتعالى و من باب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فداود يعني عليه الصلاة والسلام كان صاحب طاعة صاحب عبادة تسبح معه الجبال والطير تجمع له وفي نفسه يعني في عبادته في يومه وليلته النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن طاعته العظيمة لله سبحانه وتعالى وهذا مما يدعو كل من قصر في طاعة الله ولم يملك من الدنيا شيئا نعم. أن يتذكر نعم. هذا النبي, النبي العظيم والملك الكريم وكيف كان حاله وواقعه نعم. في طاعة ربه نعم. ذكرتني بحادثة الأذان عندما جرى تلك الحادثة المعروفة بين سيدنا عمر وسيدنا عثمان رضى الله عنه لكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أشار على بلال فقال مروا بلال فليؤذن لأنه أندى منك صوتاً نعم لا شك. فلكل مقام مقال ولكل مجال رجال نعم. ولا شك أن نداوة الصوت مهمة لمثل هذه المهام العظيمة نعم وكم شك. من الأشخاص يعني في على سائر يعني الأعصار والأمصار كان سماعهم الاذان بنداوه الصوت وخاصه في الفجر سببا في دخولهم في هذا الدين لا شك هذا له اثر عظيم نعم. وكما ذكرت ان بلالا اندى صوتا نعم. منك في حديث زيد بن عبد الله بن عبد ربه وفي روايه ايضا نعم. قال بلال تميز في صوته نعم. بقضيتين أيوة. بالنداوة والمدى يا جاء نعم. جا في روايه قال نعم. له النبي صلى الله عليه وسلم فانه امد امد صوتا وأندى نعم. امد يعني اطول يعني صوته يصل الى الاماكن الابعد وايضا صوته نعم. في, في, نفس حسن. نعم. في نفس الوقت في نفس الوقت ما أحيل ما تتفضل به فضيله الشيخ ولنا عوده مع فضيله الشيخ عمر سعد من دائره الشؤون الاسلاميه والعمل الخيري في دبي بعد هذا الفاصل ليواصل حديثه عن سيدنا داود عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام بسم الله الرحمن الرحيم عود على بدء وعودة إلى فضيلة الشيخ عمر سعد ليوصل حديثه عن سيدنا داود النبي العابد ننتقل <applause> شيخنا الجليل إلى تلك العلاقة الجميلة بين سيدنا داود وابنه سليمان فقد من الله سبحانه وتعالى على سيدنا داود بابنه سليمان وكما نعلم من الآيات القرآنية أن الله أيضا مد على سيدنا سليمان بالنبوة وربما أيضا بالرسالة وبالتبليغ نعم لا شك أن ما فاق داود في قضية الملك العظيم إلا ولده سليمان ما شاء الله وكان من العلاقة بين داود وسليمان أنهما أحيانا يشتركان في الحكم طبعا داو سليمان لا يتقدم على والده لا يتقدم على والده لكن ترد عليه بعض القضايا التي حكم فيها والده فيخالفه سليمان وهذا يعني من سعة الرأي ويتقبل داود مخالفة سليمان برحب بصدر رحب لأن المقصود في النهاية الحق وايصال الحق لاصحابه يعني ينقض الحكم ينقض محكمه عليا ينقض حكم والده نعم بعد اذن والده بعد اذن والده ويبين الوجه الصحيح الصحيح نعم وما يكون من داود الا القبول نعم. لان هؤلاء مقصدهم ليس يعني الانتصار للنفس نعم. او الا يعارض قولهم وانما مقصدهم ان يصل الحق نعم. لاصحابه وهذه هذه القضايا والاحكام التي جرت بين سليمان بين داود وولده سليمان ذكرها الله نعم في ذكر شيئا منها في القران وذكر شيئا منها النبي صلى الله عليه وسلم في السنه نعم فمن نعم. حكم الحكم في نعم. القران قضيه يعني تذكر الان مثالا نعم. على يؤكد هذا الموضوع؟ نعم نعم, نعم. يعني هو اكثر من مثال موجود لكن سنذكر مثال. مثالين ايوه نعم. يقول ربنا سبحانه وتعالى كما في سورة الأنبياء وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين إذا حكمهم حكم داود بحكم وحكم بعد بعده سليمان بحكم وكنا لحكمهم شاهدين يقول ربنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ إلى آخر الآيات نعم. هذه القضية هي قضية غنم وداود وسليمان إذ حكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم نفشت نعم. يعني غنم هجمت على يعني مزرعة قوم, قوم. نعم. غنم لرعاة هجمت على مزرعة نفشت يعني أكلت فافسدت زرع هذه المزرعه اكلت كما يقال اكلت الاخضر واليابس ما ابقت شيئا في هذه المزرعه فجاؤوا الى ماذا جاؤوا الى داود لانه هو هو الملك وهو النبي وهو الحاكم لا. فقضى داود عليه الصلاه والسلام ان الغنم تكون لاهل المزرعه كما افسدت الاغنام هذه المزرعه فاذا أهل الغنم يأخذون عفوا أهل المزرعة يأخذون هذه الأغنام عوضا عن ما أفسدته في مزرعتهم يمتلكونها؟ يمتلكونها مم. فلما مم. ورد الحكم على سليمان وكان يعني مم. يعني عند والده أو قريبا من والده مم. ما يبعد عن والده يعرض عليه إيه سأل فأخبروه بحكم أخبروه بحكم والده فقال سليمان بل تبقى الغنم عند اهل المزرعه يستفيدون منها من لبنها ومن اولادها ومن حرثها ويعني يستفيدون من لبنها ومن اولادها بينما اهل الماشيه يصلحون ما افسدته ماشيتهم، يعني هذه الزراعه التي افسدتها ماشيتهم يزرعونها مره ثانيه ويصلحونها حتى تنبت يعني قد يمكث ذلك فتره اشهر فإذا نبتت ورجعت كما كانت استردوا ماذا؟ استردوا أغنامهم فما فقدوا أغنامهم بالكلية كلية. وأيضاً أهل الزرع ما فقدوا زراعتهم وإنما استفادوا من هذا من هذه الغنم ايوه امتلكوا منفعة امتلكوا منفعة الغنم أيوة. امتلكوا, امتلكوا حليبها امتلكوا أولادها حرفة حرفة. أكلوا منها حتى ماذا؟ حتى يصلح نعم. يصلح الرعاة ما أفسدته أغنامهم ثم بعد ذلك ترجع أغنامهم إليهم نعم. فقال سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان, نعم. هناك أيضا قصة أخرى يعني جاءت في السنة في قضية الحكم بين داود وسليمان نعم. وهذا الحديث ورد في صحيح الإمام البخاري وهو أن امرأتين أن مرأتين نعم كانت كان لكل واحد واحدة منهما ولدا أو ولد فجاءت إلى داود فأتى الذئب على ولدي إحداهما فأخذه فاشتكتا إلى داود واحدة كبيرة والأخرى صغيرة فداود يعني يعني طفل واحد امرأتين كل واحدة كل واحدة عندها طفل آه كل واحد, كل واحد الكبيرة عندها طفل والصغيرة عندها طفل نعم. الذئب عدا على ولد, ولد إحداهما هم يعرفون نعم. هذه تعرف أن هذا ولدها وهذه تعرف أن الذي أخذه الذئب ولدها لكن نعم. يعني إما حسدا أو بغيا أو نعم. ظلما فاشتكتا إلى داود فداود عليه الصلاة والسلام على حسب القرائن التي ظهرت له والله الله. أعلم ما هذه القرائن نعم. حكم بالولد الذي توقع للكبيرة قال هو نعم. للكبيرة فأخذت الكبيرة الولد وخرجتا من عندي داود عليه الصلاة والسلام من قابلهما خارج سلس. مجلس الحكم سليمان نعم والصغيرة تبكي والكبيرة سعيدة بهذا الولد فعلم بتفاصيل القضية نعم. فما مرتضى او ما راى حكم والده وقال اعطوني الولد فاخذ الولد وقال هاتوا لي سكيناً قال ماذا تفعل يا يا نبي الله قال اقسمه بينكما طبعا هو لن يقسمه لكن هذا يسمى من الحيل الشرعيه هذه حيله شرعيه حتى نعرف من حتى يعرف سليمان من والد من أم هذا الصغير فقال حتى أقسمه بينكما أما الكبيرة فسكتت وما تأثرت وما أظهرت جزعا وأما الصغيرة فبكت وقالت هو ولدها آثرت حياته على أن تمتلك نعم آثرت حياة الولد على أن تأخذه فحكم سليمان بأن الولد للصغيرة الله لماذا؟ أكبر. لأن هي التي خافت وهذا نعم. وهذه هي هذه هي الأم شعور الأمومة شا... ش... آ... 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 يعني نعم. عرف من خلال شعورها خلال خوفها على هذا الصغير أنه ولدها وهي تعرف أن هذا الصغير ولدها نعم. والكبيرة تعرف أن هذا الصغير ليس بولدها نعم. فكان هذا الحكم أيضاً من الأحكام التي الله يعني فهمها سليمان وأصاب فيها الحقيقة. نعم. لا يعرف الشوق الا من يكابده ولا الصبابه الا من يعانيها نعم. فحقا لو كانت هي امه الحقيقيه نعم. لاظهرت لا جزعا, جزعاً وتاثر اما ان تكون امنا ويؤتى بالسكين ويقطع القص. الولد قطعتين نعم. ثم لا يتحرك فيها ساكن فهذا دليل قاطع على كذبها نعم. ففهمناها سليمان وآتينا وكلا آتينا حكما وعلما حكماً وعلما أي أن الله سبحانه وتعالى من عليهما الفهم ما المقصود بالفهم في الآية الكريمة الفهم يعني هذا رزق حقيقة من رب العالمين سبحانه وتعالى رزق من رب العالمين سبحانه وتعالى يهبه, يهبه سبحانه وتعالى لمن شاء الله أكبر فالناس في الحقيقه لا نعم. لا يعني يتساوون في قضيه الفهوم والذكاء طبعا هذا بغض النظر عن قضيه سليمان وداود كلاهما صاحب فهم عظيم وصاحب علم عظيم وكلاهما نعم. نبي وكلاهما عظيم لكن الناس في النهايه لا بد ان تتفاوت فهومهم نعم. فاذا اوتيت فهما فهذا فضل من رب العالمين سبحانه وتعالى اعطاك نعم. اياه لكن مم. اعظم يعني اعظم ما يستفيده صاحب الفهم أيوة. وصاحب الذكاء ان يكون ذكاؤه وفهمه في طاعه الله سبحانه مم. وتعالى، لانه كم من ذكي وكم من فاهم, فاهم ولكن ابعد ما يكون عن مم. عن مرضاه الله وعن سبيل عليك. الله سبحانه وتعالى وكما ذكر مم. الذهبي في سيره مم. بعض الاذكياء نعم. فقال عن هذا الذكي وهو من الاذكياء المشهورين المعروفين قال كان ذكيا ولم يكن ذكيا الله كان ذكيا فيه ذكاء نعم. لكن ليس فيه زكاء نعم المال الذي آتاه الله تعالى المال والخير ثم لا يوظف هذا المال في الخير وانما يستغله والعياذ بالله هذا توفيق من رب العالمين كل من كار... اوتي شيئا ف ادخله في مرضات الله سبحانه وتعالى نعم. فهذا من النعم التي نعم. يعني حمد الله سبحانه وتعالى عليها. نعم. الا ترى ان هذه المنه العظيمه والنعمه الكبرى التي منها الله تعالى على سيدنا داود وسيدنا سليمان عليه الصلاه والسلام وخاصه فيما يتعلق بالعلم والفهم الدقيق في هذا العلم. قد نال الحظ الأوفى والأتم والأكمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال الله تعالى عنه لتحكم بين الناس بما أراك الله لا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الناس في كل جانب نعم. في فهمه صلى الله عليه وسلم في علمه في صبره في حكمته ولذلك هو سيد نعم. الناس عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ولذلك عدل بين الناس أيما عدل نعم. حتى كان عده صلى الله عليه وسلم في أقرب الناس إليه فما كان صلى الله عليه وسلم يحابي أحدا لأن الحق حق أن يعتبى نعم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين عليه الصلاة والسلام أن الأمة قد تجاوز الله تعالى عما استكره عليه وعما نسوا ولكن الناس عندما يتذكر الحق يعود إلى الحق ويؤدي ما عليه من واجبات، هذه القصة لهذا النبي العظيم وغيره من الأنبياء مليئة بالحكم والاعتبار ومليئة بالعلم والفهم الذي ينبغي أن يهتدي إليه القضاة والمفتون. ولعلنا في حديثنا القادم عن سيدنا سليمان عليه الصلاه والسلام تكون هذه الامور اكثر جلاء واكثر وضوحا بمشيئه الله تعالى في الحلقه القادمه سيتناول فضيلته الشيخ عمر سعد الواعظ بدائره الشؤون الاسلاميه والعمل الخيري في دبي سيواصل حديثه عن سيدنا سليمان عليه الصلاه والسلام وما اتاه الله تعالى من فهم وعلم ينبغي ان يهتدى ويقتدى به فالى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته